زي ما كنا وعدنا حضراتكم مشاهدينا بأن هيكون لينا لقاءات حصرية مع الجالية المصرية في أوكرانيا. بينضم لينا عبر تطبيق زوم دكتور أحمد عبد القادر وهو طالب في كلية طب في أوكرانيا. بنرحب بيك يا دكتور معانا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. إحنا سامعينك بس الصوت واطي شوية، فممكن حضرتك تعلي الصوت؟ تمام، مفيش مشاكل كده كويس. بنرحب بيك وسعداء بوجودك معانا. أولا طمنا عليك وقول لنا الوضع عندنا، عندك إيه على الأرض؟ أنا أسعد، ربنا يخليك. والله حاليا يعني أنا موجود في مدينة دنيبرو، تقريبا هي المدينة الوحيدة اللي حصلش فيها أي قصف لحد دلوقتي أو ما دخلش فيها أي قوة من القوات الروسية، لكن بقيت المدن يعني بتابعها على الأخبار وكده، وبرضو من زمايلي لسه موجودين وفي ناس كتيرة سافرت. يعني الوضع يعني مش مطمئن ومش مش لذيذ يعني. طب لكن لحد دلوقتي ما زلنا في أمان الحمد لله. المدينة اللي انت فيها تبعد قد إيه عن المدن اللي فيها يعني صراعات وفيها ضرب وكده؟ لا مش كتير، يعني مثلا لو هنتكلم على مدينة خاركيف، ما بينها في حدود ساعتين لثلاث ساعات. لو هنتكلم على مدينة زاباروجيا، هي آخر مدينة دخلوها وحاليا جاري القصف عليها دلوقتي، ببعد ما بيني وما بينها حوالي 45 دقيقة. دكتور أحمد، أنت كنت موجود من البداية في دنيبرو ولا كنت موجود في مدينة تانية وبعد كده انتقلت علشان القصف والضرب؟ لا أنا من البداية كنت موجود في دنيبرو، أنا مستقر أصلا في دنيبرو. ممكن تكلمنا أكتر عن تفاصيل حياتك في أوكرانيا؟ أنت يعني دلوقتي بتدرس ولا بتشتغل وسافرت إمتى؟ لا أنا بدرس، أنا سافرت من حوالي سنتين وحاليا أنا كورس خامس طب بشري في دنيبرو. بس طبعا الدراسة وقفت، وطبعا الحياة كانت طبيعية يعني، قبل كده كانت بلد جميلة جدا، شعب ودود يعني، كنا حابين المعيشة ما بينهم. لكن دلوقتي طبعا الوضع اتغير يعني، وما زال الشعب بيتعامل معانا كويس حتى في نفس المدينه، لان ما حصلش اي ظروف لسه، او يعني المدينه الوحيده اللي ما حصلش فيها القصف زي ما قلت لحضراتكم. بس الوضع اتغير يعني، ما عادش في حاجه زي الاول يعني، ما فيش اي حاجه شغاله خالص نهائيا. يمكن الحاجه الوحيده اللي شغاله اللي هي المجازين، السوبر ماركت، وحتى مش زي الاول، كان الاول 24 ساعه شغاله، حاليا لا، لحد الساعه 5 بالكثير قوي المغرب، وتاني يوم تشتغل من الساعه 8 الصبح. طب ومع تغير الوضع، هل بتفكر ان انت تسيب اوكرانيا او تروح لاي دوله مجاوره او حتى ترجع لمصر من خلالهم؟ بصراحة حاليا يعني أنا لسه ما أخدتش قرار، لأن هو الموضوع جه فجأة. يعني الواحد ما لحقش يخطط أو يكون عنده ترتيب معين، بس بصراحة يعني أنا لحد آخر لحظة ما زلت لسه قاعد يعني، أخدتش قرار إن أنا أتحرك. جاهز إن أنا أتحرك في أي وقت، بس طول ما أنا في أمان، ما زلت لسه في أمان، وشايف إن في مفاوضات حاليا ما بين وفد روسي ووفد أوكراني. ومن حوالي ساعة كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأوكراني كان بيوقع على وثيقة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. فأنا شايف إن في تحركات وإن لسه في أمل، فبصراحة مش عايز أجازف وأتحرك حاليا خالص. طيب عايز أسألك يا دكتور، أنت مستلزماتك الشخصية اليومية بتقدر إنك تحصل عليها، وبتقضي يومك إزاي في ظل الأوضاع اللي أنت بتحكي عنها إن الحياة شبه متوقفة عندك؟ بصراحة لا، المستلزمات يعني من ناحية أكل شرب الكلام ده كله موجود، الكهرباء ما زالت لسه شغالة، في بعض التاكسيات، شركات التاكسيات لسه شغالة يعني، بحب بتنقل من مكان لمكان بسهولة، وما زال لسه الأمان موجود في الشوارع. وبرضو المواصلات العامة، سواء الباصات، المشروكة، الترامباي، كل الكلام ده لسه ما زال شغال. بس في برضو حظر تجوال يعني، عندي في المدينة حظر تجوال يبدأ من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا تاني يوم. تم مد الحظر ده لأن كان تم الإعلان عن أنه هو هيبقى لحد يوم الاثنين النهاردة. لا هو ما زال لسه مستمر. طب هل بتتواصل مع أصدقاء ليك في مدن تانية في أوكرانيا، أو يعني جالية مصرية في أماكن تانية وبالفعل بدأوا رحلة الخروج من أوكرانيا؟
هو في تواصل فعلا، او كان في تواصل لحد النهارده، لكن تقريبا اقدر اقول بنسبه 95% من كل المصريين اللي موجودين سافروا يعني، او ممكن 90% كلهم سافروا، بس طبعا على مسؤوليتهم الشخصيه، لان ما زال لسه السفاره المصريه لسه ما قدرتش توفر مخرج امن او تنسق ما بين الحكومة الأوكرانية والحكومة الروسية في مسار آمن للطلبة المصريين، أو يبقى على مسؤولية السفارة، فأي حد بيتحرك يكون على مسؤوليته الشخصية. هنا في دنيبرو أنا كنت من ضمن لجنة الشباب اللي كنا بنجهز باصات وبنخلي الناس تسافر، يعني كل الجنسيات حتى مش المصريين بس، وكان آخر باص الحمد لله قدرنا نحركه النهاردة على رومانيا، في أصحابي وأصدقائي وزملاء لي. طيب هل انت قادر انك تتواصل مع السفارة المصرية في كييف، وفي تواصل مع وزارة الهجرة؟ بصراحة لا، يعني بالنسبة لي انا على المستوى الشخصي كانت محاولة واحدة، وفعلا كان في رد جالي من السفارة، كان رقم كان نازل على الفيسبوك، في بوست على الفيسبوك ان هو الرقم الخاص بالسفير، فاخدته، كان في استشارة لصديق ليا كان الباسبور بتاعه مش موجود، كان ضايع، وضاع في نفس اليوم اللي حصلت فيه المشاكل، فكنت بسأل السفير عن وثيقة او اي كان اي حل ان هو بس يقدر يتحرك او يعبر الحدود من دوله لدوله، يطلع بس من اوكرانيا، وفعلا يعني الشخص اللي كان بيرد عليا سواء السفير او ايا كان هو مين جاوب معايا يعني، والحمد لله ما وصلناش للمرحله دي، قدرنا نلاقي الباسبور. يعني تواصل سهل اقصد مع المسؤولين المصريين عندك؟ بصراحه يعني ده على التجربه الشخصيه، يعني في نفس بعدها على طول بعد المسج اللي بعتها على الواتساب جالي الرد. طيب دكتور انا عايز اسالك على انطباعاتك مع التعامل مع الاوكرانيين، انطباعهم ايه عن اللي بيحصل؟ والله هم مصدومين يعني، هم يعني في برضو مش عارف اوصلها لك ازاي، هم يعني شبه منعزلين، الناس مش الحياه مش زي طبيعتها خالص، يعني الناس مش مركزه خالص في اي حاجه، يعني الناس كلها كل تفكيرها في ان هي بس بتنزل تشتري حاجاتها مستلزماتها من اكل وشرب، ترجع تاني البيت تفضل قافله على نفسها، لان زي ما انت حضرتك الحياه متوقفه، ما فيش اي شغل، الحاجات الوحيده اللي شغاله السوبر ماركت والحركة واللي هو المواصلات وسائل النقل. عايز أسألك عن المسؤولين في أوكرانيا، هل ليهم بتكون تصريحات بصفة مستمرة سواء من الإعلام أو حتى رجال الشرطة في الشوارع بيقولوا لكم حاجة معينة، تعملوا حاجات معينة أو بيطمنوكوا أو بيقولوا أي تصريحات؟ لا الصراحة لا، يعني ما فيش أي رسائل، ما بنقابلش، احنا طول ما احنا ماشيين بنكون يعني لما بنكون في الشارع بنقابل كتير افراد شرطه وافراد جيش، بس كلهم واقفين في مراكزهم يعني بيأدوا خدمتهم. الساعه 8 بتيجي ما فيش حد بيكون في الشارع، حتى انوار الشوارع بتطفي، وصفارات الانذار برضو يعني امبارح والنهارده بتشتغل في مدينه دنيبرو بس يعني بدون سبب، يعني لحد دلوقتي ما فيش اي قصف او في اي مشاكل في دنيبرو، بس هي صفارات الانذار حتى من حوالي ربع ساعه كده كانت شغاله بس، فبرضو يعني دي بتكون توتر، يعني مجرد ما السفارات بتشتغل الناس بتنزل تجري على طول على الملاجئ، وبعدها السفارات بتطفي فالناس بتطلع تاني وهكذا. عايز اسالك هل قادر تطمن اسرتك واهلك اللي موجودين هنا في مصر على الاوضاع وانت يعني في وسط قصف وحرب، وهم بالفعل اكيد عندهم مشاعر صعبه جدا تجاه اللي انت بتمر بيه، بتقول لهم ايه في الظروف دي؟ والله مش بقول لهم حاجه غير الواقع، يعني من ناحيه بطمنهم فبطمنهم جدا، هم موافقين على الوضع، بكون مطمن يعني، قلقهم هو اللي بيقلقني مش الاوضاع خالص، لكن بنقل لهم الواقع يعني، بعرفهم ان هو انا مش هينفع امشي لاسباب كذا، مش هينفع اتحرك لاسباب كذا، ان انا لسه قاعد ومتمسك بان انا اكون موجود برضو لاسباب كذا، بطمنهم على طول وبتواصل معاهم 24 ساعه يعني، وبس هم مؤمنين كويس جدا يعني ان ربنا كاتبه، وانه انا كمان مؤمن بده جدا، بنتمنى لك مش هشوف الا كل خير. بنتمنى لك كل السلامة يا دكتور أحمد، وإن شاء الله يعني تكمل دراستك على خير والأوضاع تستقر وترجع بلدك على خير إن شاء الله، أو لو أنت ناوي أنك تكمل المعيشة هناك، بنتمنى لك كل السلامة والخير والأمان، وخد بالك من نفسك يعني، وبنشكرك على انضمامك لينا.